مساء الخير على كل اللي بيشوفونا في كل مكان، ويوم جديد وحلقة جديدة من برنامج حلو الكلام مع منال. أهم حاجة عند أي فنان إنه يسيب انطباع عند المشاهد في أي عمل يشارك فيه، حتى لو كان العمل ده بيتعرض من 20 أو 30 سنة، وحتى لو دوره ده كان صغير. نجمنا النهاردة ساب الانطباع ده عند المشاهدين من أول ما كان ممثل شاب لسه بيبتدي حياته وبيقف قدام نجوم تهز جبال، بقيمة الرحيلة العظيمة شادية، أو الرائع عبدالله غيث، أو الجميلة مديحة كامل. وحتى لما بدأ يقدم بطولات شارك في أعمال كانت من كلاسيكيات الدراما المصرية في السينما أو التلفزيون أو المسرح، زي لا تسألني من أنا، العار، السقوط في بئر سبع، ناصر 56، أبو العلا 90، وغيرها غيرها كتير من الأعمال اللي أنا شرفت بالتعامل معاه فيها. ده غير طبعا تميزه في الأعمال التاريخية، واللغة العربية عنده إيه ما شاء الله، والمسرح. أنا ببقى سعيدة جدا لما بيبقى عندي ضيف أنا اتعاملت معاه شخصيا في شغل، وصحبته كانت بتبقى صحبة جميلة، رغم ان انا وهو دايما قط وفار مع بعض ودايما نهزر مع بعض. خلونا نرحب بضيفنا وصديقي العزيز الفنان الجميل طارق دسوقي. ازيك يا طارق؟ اهلا بيك يا منال. اولا اشكرك على المقدمه الجميله اللي انت قلتيها، ولو ان كلمه كلاسيكيات و30 سنه والحاجات دي احنا بقينا من رواد يا طارق. احنا بنطول على مسكين وزمان يا بابا. مش عارف ليه تعملي فينا كده، بس انا يعني عزائي الوحيد ان انت قلتي ان احنا اتشاركنا واتزاملنا، فانت حره. لا بس ده لا يمنع يعني... ان انت اكبر مني ب 20 سنه. أيوة. مالهاش علاقه يعني. موافق. هو طارق اكبر مني بس مش 20 سنه. موافق. ازيك يا طارق؟ عامل ايه؟ منور. ازيك انت؟ الحمد لله يا منال. والله انا ببقى مبسوطه بجد لما بشوف زمايلي هنا. البرنامج ده خلينا نشوف زمايلي اللي احنا بنتقابل احيانا بالصدفه. مش عايزه، انا عايزه ابتدي ببداياتك، لان المعد كاتب لي سؤال مش عايزه ابتديه دلوقتي، عايزه ابتديه في اختم بيه. طارق دسوقي، انت خريج كليه تجاره. تمام. وبعد كده التحقت بالمعهد الفنون المسرحيه. تمام. عشان كده اكبر مني، شفته بقى. ماشي. عايزه اعرف حكايتك. في حكايه مشهوره مع الاستاذ العظيم اللي درس لي انا شخصيا برضو، الاستاذ جلال الشرقاوي. اه طبعا. قول لي بقى الحدوته دي عشان نوصل بيها للحاجات الثانيه. اولا زي ما قلتي كده، انا خريج كليه التجاره جامعه عين شمس، والحقيقه انا دخلت كليه التجاره عشان امثل. يعني انا مجموعي في الثانويه العامه كان مجموع كبير يأهلني ان انا اخش طب او هندسه، وده كانت رغبة الوالد والوالدة الله يرحمهم، لكن أنا اعترضت طبعا، وكنت واخد ممثل تاني على الجمهورية في مسابقة المدارس، فكنت عايز أخش معهد عالي فنون مسرحية. طبعا يعني رغم إن هم بيشجعوني على الحكاية، لكن على أن تظل هواية، لكن كارير بقى وبرانش وده المستقبل وكده لا. فعشان أوصل لحل وسط يرضي الطرفين، أنا من القليوبية، توزيع الجغرافي في الجامعة يوديني جامعة عين شمس. فرحت سالت في الجامعه، قلت لهم احسن فريق تمثيل في الجامعه؟ قالوا لي كليه التجاره، ده اللي بياخد كاس الجامعه كل سنه. فكتبت في ورق الرغبات كليه التجاره رغبه اولى، طبعا جات لي. اربع سنين بقى في كليه التجاره، يعني بس ما حدش يعمل كده من اللي بيسمعوني، ما هوبتش تحت محاضره ولا سيكشن، كنت في فريق تمثيل الكليه، فريق تمثيل منتخب الجامعه، وفعلا حصلت على لقب ممثل اول في الجامعه على الجامعه سنتين ورا بعض. وكان معايا مين بقى منال؟ كان معايا احمد عبد العزيز ومحمود حميده، ودول كانوا في كليه، في فريق تمثيل كليه التجاره. منتخب الجامعه بقى كان زمايلك كانوا في دفعتهم؟ كانوا سابقيني. لا ده اكبر مني بكتير. يا جماعه احنا نهزر. لا كان لما انا دخلت الكليه كان احمد عبد العزيز هو رئيس فريق التمثيل. يعني هو في رابعه وانت في اولى؟ كان في رابعه وانا في اولى. بالظبط. محمود بقى كان ما شاء الله، كان في كليه الهندسه الاول، قعد اربع خمس سنين كده، وبعدين اترفد هندسه فراح تجاره، فبقى معايا. وبعد كده يمكن دخلت بعد كده معهد عالي في المسرحيه. لما بس غريبه قوي انك كنت مقيم في فريق التمثيل وخدت الجامعه في اربع سنين كنت بتنجح. ما كنت بجيب جيد كمان. السر ايه بقى؟ باجي ذكي بقى عبقري. كنت باجي اخر السنه شهر كده اشوف اي حد من زمايلي اللي بيحتاروا بشكل كويس، الدحيحه دول، اقعد بقى اقول له
قول لي بقى ايه المشطوب، ايه المهم، ايه الاسئله اللي الدكتور كتبها، الحاجات دي، وبخش الحمد لله كنت بنجح على طول وبجيب تقدير كمان ما شاء الله. الواقعه بقى بتاعت فنون مسرحيه استاذ جلال، انا لما قررت اخش المعهد بعد خدت بكالوريوس تجاره كان برضو على غير رغبه اهلي، كانوا جايبين لي عقد عمل في بلد عربي بمبلغ كويس جدا. طبعا يا ريتني سمعت كلام يا ريتنا كلنا سمعنا كلام اهالينا مليونيرات ومع المهم قدر الله ما شاء فعل. المهم فانا على غير رغبتهم قدمت معهد فنون مسرحيه ورفضت السفر والعقد والكلام ده وقدمت المعهد. فاول اختبار اللي بنبقى فيه 1000 بيصفوا على 80، فانا عديت. لا وال 80 بيصفوا على 20 او 18. بالظبط انا عديت بقى الاول، بقينا 80 المرحله الاولى. جينا بقى ال 80 دول بيصفوا قدام كل اساتذه المعهد في المسرح بتاع المعهد تحت، وكان رئيس اللجنه الاستاذ جلال الشراوي. دخلت عشان امتحن، فطبعا هو انت عارفه مرعب يعني طبعًا. عمل النضاره كده طبعا طارق دسوقي خريج تجاره، معلوماتي ايه دي، محضر ايه، محضر كذا، اتفضل. ابتديت اقول، قال لي ستوب انا مش سامع حاجه. رحت عايد تاني ستوب انا مش سامع حاجه، وبص بقى للي انتوا سامعين حاجه يا استاذ؟ فقالوا لا يا استاذ. اتاري انا بتكلم لكن لجوه، يعني صوتي مش طالع من ايه بقى؟ الرعب. لا مش الرعب بس، اجهاد. بقى لي يومين ثلاثة ما نمتش، نفسيتي تعبانه جدا بسبب بعدي عن ابويا وامي وان هم مش راضيين عن اللي انا بعمله، ما اكلتش حاجه يعني ضياعه خالص يعني. فبصراحه انا رحت واقف قلت له انا بصراحه ما نمتش بقى لي يومين وما اكلتش وتعبان جدا ومجهد يعني، فراح عامل ايه بقى؟ راح قايل لي يبقى هتسقط. هو قال لي كده وانا الدموع اتحجرت بقى في عيني ومش عارف ارد ومش عارف اقول حاجه ومش عايز اعيط قدامهم، وخلاص كده الحلم راح، وده انا كنت خلاص قاب قوسين او ادنى ان انا ادخل يعني. فعملت له كده يا ريت بقى سابني، قال لي اروح اروح. بقيت مش عارف اعمل ايه، مش عارف اقول ايه، وفعلا بصيت في الارض وابتديت اتحرك لغايه ما وصلت للكواليس، خلاص همشي بقى. لقيته بيكمل الجمله يعني، اروح وعمل قطع كده معلق. وبعدين قال لي تروح تنام وتجيلي بكره 9 الصبح همتحنك اول واحد يا حبيبي. هو قال لي كده وانا مش عارف بقى ابوسه احضنه اعيط مش عارف اعمل ايه يعني. قال لي يلا يلا روح. ودي كانت اول مره انه امتحان طالب يتقدم يتاجل له، لان هم 80 هياخدوا 20 بس فناقص يعني مش مشكله. لكن هو توسم فيا ان انا يعني هو شاف فيك حاجه، وهو بالزبط. عارف كويس كليه التجاره فرقه التمثيل، فيبقى الولد ده متدرب بالزبط. ومارس بالزبط. فعنده حاجه. ولما جيت تاني يوم بقى اول ما دخلت على طول اول حاجه قالها لي انا نمت كلت استحميت يلا وعصروني. طبعا فعلا طبعا. الموقف ده طبعا لا يمكن انساه، الاستاذ كبير جدا واثبت لي اكتر كمان انه الاستاذ ده حاجه مش طبعا. مش كده، مش مجرد انه حد بيدرس للطلبه او الاولاد. درس لك جوه يا طارق بقى في المعهد؟ طبعا طبعا درست. لا اصل انت ممكن يصادف السكاشن بتاعتك تبقى مع مدرسين تانيين. لا 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 درس لي ودخل لي محاضرات كتير قوي، وكان هو عميد المعهد كمان في التوقيت ده في السنه اللي انا دخلت فيها. الاهم بقى واكتر انه كمان اداني درس تاني بعدها، عدت السنين وابتديت اخد بطولات بقى زي ما انت قلتي دلوقتي، وكنت بعمل مسلسل اسمه بيت الجماليه، وبيشاركني البطوله فيه استاذ جلال الشرقاوي وبنته عبير. وهو طالب وانت طالب عنده؟ لا اتخرجت بقى اتخرجت. عدت سنين اتخرجت واشتغلت حاجات كتيره قوي، وابتديت اخد بطولات بقى، وجي المسلسل ده بطولتي وهو احد الابطال بتوع المسلسل قدامي، ويجي مشهد ماستر سين جامد جدا بيني وبينه، المفروض ان انا متجوز بنته عبير الشرقاوي، هي بنته في الحقيقه فعلا، بطلقها وهو كان رجل اعمال شرير وانا ماسك عليه حاجات، وباجي بقى بمسكه مشهد 3-4 صفحات مش عايز اقول لك بعمل فيه ايه يعني، يعني اللي هو بجيب له اللي قدامه اللي ورا، ولو فكرت تعمل حاجه هعمل فيك وهسوي، ببهدله بهدله جامده جدا جدا. فعملت مش قادر مش عارف افصل، لاول مره ابقى مش عارف افصل بين التمثيل وبين الحقيقه، استاذي وصاحب فضل عليا كان عميد معهدي وانا بحبه، ومش الكلام بس طبعا الحرفيه وكده بقول، لغايه ما جينا في نص المشهد عملنا حصل ستوب خطا ما معرفش انا نسيت او حاجه حصلت يعني.
فالاستاذ توفيق حمزه كان هو المخرج قال خليكوا زي ما انتوا كيوتون هنخش نكمل. انا من جوايا مش عاجبني اللي فات، حاسس ان انا فيك من بره وعايز اعيده. لمح في عينيا الاستاذ جلال الحكايه دي، وطبعا الاستاذ توفيق مش عايز يعيد عشان ما يرهقوش. أيوة. المشهد كان فيه حركه وفيه عنف وبتاع، فجي قال لي والله العظيم قرب مني قال لي انت عايز سعيد؟ قلت له يا ريت يا استاذ والله العظيم. قال له يا استاذ توفيق هنعيد علشان الاستاذ طارق عايز يعيد. والله العظيم الاستاذ طارق في الاستوديو مش عارف لا عظمه الاساتذه. احنا الكلام على لو قعدنا نتكلم هنتكلم كتير عن الاساتذه الكبار. طارق انا عايز بس الساده المشاهدين يعرفوا احنا اول ما اشتغلنا كنا بنقبض كام؟ عشان الناس فاكره الممثلين بيدخلوا يعبوا شويه فلوس ويخرجوا. اول عمل عملته كان ايه وخدت فيه كام يا طارق؟ اول عمل كان فيلم العار. طبعا اساتذه نور الشريف وحسين فهمي محمد عبد العزيز اساتذه كبار طبعا، وكان اخراج الاستاذ علي عبد الخالق طبعا. خدت فيه وبلا فخر 200 جنيه 200 جنيه ده مبلغ برضو خلي بالك. شفت لا ما كانش مبلغ ولا حاجه على فكره، 200 جنيه اياميها والله خالص لا 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 انا لو اقول لك خدت كام اول اجر ما علينا 75 جنيه في الحلقه ايوه ده كان اجرنا كلنا الخريجين المعهد طلبه جامعه اول ما اتخرجنا. لا التخرج 125 150 او 125 صح. اوعى اغتنينا واحنا طلبه كانوا 75 جنيه في الحلقه. ايوه صح. ايوه انا عايزه اقفز بيك لوقوفك قدام العمالقه وخصوصا الفنانه شاديه في لا تسالني من انا. الست دي احكي لنا عنها شويه وكانت عامله ايه معاك؟ جميله 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 الله يرحمها. على فكره شاديه يمكن انا من اعظم الممثلات مش المطربات الممثلات، لانها عملت افلام عبقريه ما اعتمدتش فيها على الغنى ولا على الشكل ولا على حاجه، وكانت شيء فيلم شيء من الخوف مثلا، فيلم لا تسألني من أنا اللي أنا شرفت بالتعامل فيه معاه، فيلم المرأة المجهولة، دي كلها أفلام عايزة ممثلة يعني مش مطربة. بس أنا عايزة أعرف كانت إيه في الكواليس معاكم ومعاك تحديد. تحفة يا منال والله العظيم كانت أم بجد. يعني إحنا كنا كلنا، كنت أنا وهشام سليم ونصر سيف ويسرى إلهام شاهين هشام سليم، كلنا كنا ولادها بجد، وكانت بتتعامل معانا على هذا الأساس بجد. كنت انا بقى بعمل ايه الله يرحمها، كنت بحب دايما انكشها. هي كانت ما بتحبش تغني رغم انها المفروض مطربه المفروض تدندن يعني، وعامله اغاني للفيلم عبقريه تحفه. كنت احيانا اجي كده جنبها واقعد ادندن اي حاجه ليها عشان تشبك معاها، علشان بالظبط كده ابدا، وتبص لي تقول لي ولو حاجه لغايه بس مره من المرات قلت قالت معايا يعني كوبليه كده الاولاني انا طبعا عشان في المهنه فاهمه بس مضطره اسالك الاسئله دي. ليه السينما، انت كنت ما شاء الله ماشي في السينما كويس قوي، ليه السينما بعدت عنها واتجهت للتلفزيون؟ غباء بعيد عنك ده انت كنت سبب الى حد كبير سببين، سبب انا اتحمل مسؤوليته وسبب خارج عن ارادتي. رغم ان انا بدايتي كانت سينمائيه من خلال وانا طالب في المعهد، عملت العار، الساده المرتشون، لا تسالني من انا، كل ده وانا طالب في المعهد. ولما اتخرجت يمكن عملت برضو التعويذه، المعلمه سماح، افلام برضو كبيره وجيده. انا استعجلت، ما كنتش عندي الخبرة الكفاية اللي تقول ان السينما هي تاريخ الفنان وتاريخ الوطن وهي الابقى والاخلد. الافلام اللي عملتها كانت ادوار صغيرة، مش متاحة لي الفرصة ان انا ابرز اكبر قدر ممكن من طاقاتي وابداعاتي، في حين ان التلفزيون فتح لي دراعاته وبقيت اعمل فيه بطولات، وتبناني اول ما اتخرجت المنتج الكبير الراحل رياض العريان. عملت 5 مسلسلات بطولة ورا بعض، اليونان بقى، واجي من اليونان واروح دبي وحاجات كده، ففرحان بالسفر، فرحان بالبطولات ومع نجوم كبار جدا، فبقيت التلفزيون. لما ابتديت ادرك واستوعب انه لا السينما يا جماعه مهمه جدا، كانت هوجه افلام المقاولات بقى بدات. أيوة. فقلت طيب اروح اصنع نجوميه زائفه من خلال افلام عبيطه في السينما، ولا استمر اقدم اعمال جيده ومحترمه في التلفزيون زي ما انا؟ فقررت ان انا استمر في ده شبه اللي التلفزيون. حصل. طب طارق دسوقي معروف عنه مواقف الوطنيه. عايزه رايك فيما يحدث للتربص لمصر من وجهة نظرك، انت شايفه ازاي؟
مصر بتمر يا منال يعني اهم واخطر مرحله عاشتها في تاريخها، لاول مره نبقى مهددين من الاربع اتجاهات، الشمال والغرب والشرق والجنوب، لاول مره نبقى فعلا في مؤامرات كثيره بتحاك ضد هذه البلد سواء في الداخل او في الخارج. ولكن انا شديد التفاؤل باللي احنا فيه، لانه عندنا قياده سياسيه واعيه جدا جدا جدا، عندنا قوات مسلحه وشرطه على اعلى مستوى، عندنا شعب مصري عظيم. عارف المثل بتاع يا مدق اتعرضت بول؟ أيوة. لا، في وقت الجد ووقت الشده بيبقوا على قلب رجل واحد وبيقفوا حائط صد منيع ضد كل ما يحاك ضد هذه البلد من مؤامرات. واعتقد انه الثقافه بشكل عام والفن بالتحديد والدراما على وجه الخصوص في التوقيت ده بالتحديد عليها مسؤوليه كبيره جدا جدا في محاوله اعاده صياغه عقول ووجدان الناس بما يلائم هذه المرحله، ونزود نسبه الوعي عند الناس كلها والغالبيه العظمى من بسطاء الناس بما يحاك ضد مصر، عشان نبقى فعلا كلنا واقفين مع بعض ايد واحده بجد. شفتوا الفنان اللي بيبقى مثقف فاهم مهموم بوطنه، عنده قضية عايز يقدمها من خلال فنه، ده طارق دسوقي يا جماعة، وزيه كتير من فنانينا. وأنا ببقى سعيدة لما ببقى قاعدة مع زميل بهذا الوعي وهذه الثقافة، ونفسي أقعد معاه أكتر وأكتر وأكتر، بس للأسف الشديد محددين بوقت، وعارفه ان الفقره جريت بسرعه شديده، بس بجد انا كنت سعيده طارق ان كنت معايا، وبحس ان انا قاعده ببيتنا. نورتني. انا بشكرك جدا جدا يا منال، وسعيد بالوقت اللي قضيته معاكي، ويا رب نكون عند الساده المشاهدين قضينا وقت كنا خفاف الظل عليهم. وبعدين احنا لسه يعني ملتقين قريب في صحبه الهادي الهادي الامين، وكان اوبريت غايه في الروعه، سعدت فيه بالعمل معاكي ومع الكوكبه النجوم اللي كانت يخليك موجوده. واخراج الاستاذ جمال عبد الحميد، كان لاول مره بيخرج مسرح تقريبا. بنوجه له التحيه، مخرج الكبير طبعًا جمال عبد الحميد، لان اول لقاء كمان يجمعني بيه. وانا كمان كان اول لقاء يجمعني باستاذ جمال. نتمنى ان شاء الله ان احنا يجمعنا لقاءات تانية كتيرة ان شاء الله يا طارق، ويوفقك في حياتك. في الدراما بقى كمان مش برامج، طبعا دراما بقى يوفقك في حياتك العملية والأسرية. اشكرك. خلونا خلوكم معانا، راجعين لكم بعد الفاصل.